السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الثامنة من التلفزيون الجزائري وهذه عناوينها: جعل المدرسة إطاراً للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ التزام للسيد رئيس الجمهورية من أجل الارتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى مصاف الأنظمة التربوية المتطورة. ومع اقتراب دخول المدرسي واستئناف الدراسة، تأكيد على المضي في التجسيد الميداني للإصلاحات والرقمنة. وعبر الوطن مؤسسات وهياكل تربوية جديدة يتعزز بها قطاع التربية الوطنية ضمانا للتحصيل العلمي الجيد للتلاميذ. ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، الجزائر تكثف من جهودها الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في النيجر على أساس تغليب الحل السياسي التفاوضي بما يحفظ أمن واستقرار النيجر وكل المنطقة. تحسيناً للإطار المعيشي للمواطن، مشاريع تنموية وعمليات واسعة لإعادة تهيئة الأحياء ببلدية المراهنة الحدودية بسوقهراس. وربط الزيادة من 500 عائلة في منطقة العريشة بتلمسان بشبكة غاز المدينة. ونتابع في المشهد الثقافي، الأغنية الشاوية تصدح في سماء مسكولة بخنشلة ضمن ليالي مهرجان الموسيقى والأغنية الشاوية. بداية، جعل المدرسة إطاراً للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ لم يكن شعاراً لاستمالة منتسبي القطاع، بل التزام تعهد به السيد الرئيس وتجني في كل يوم المدرسة الجزائرية ثماره من منطلق إيمانه بدور المدرسة في إعداد الأجيال وتربية النشء وحرصه على مناعة المجتمع. جاءت توجيهات السيد الرئيس السديدة وقراراته الجريئة لإصلاح قطاع التربية الوطنية والارتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى مصاف الأنظمة التربوية المتطورة. التزام السيد الرئيس بالنأي بالمدرسة عن التجاذبات السياسية وجعلها فضاء للتربية تجلى في حزمة إصلاحات ضامنة الاستقرار في المواسم الدراسية وانعكست على مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ. الالتزام 37 لرئيس الجمهورية الخاص بقطاع التربية مع من العبديش. العلم الركيزة الأساسية لأي تطور ونماء اجتماعي واقتصادي، الجسر الوحيد ووسيلة العبور إلى مستقبل زاهر. تصور تبناه السيد رئيس الجمهورية وعمل على تحقيقه من خلال اهتمامه الفائق بقطاع التربية الوطنية لإدراكه التام بأهمية هذا القطاع ودوره الكبير في نهضة الجزائر وتطورها. تعليم أنا عندي تعليم عنده مكانة خاصة، تعليم ما هوش وظيف، تعليم مربي راه يربينا في أجيال. ومن هذا المنطلق، قرارات السيد الرئيس الخاصة بقطاع التربية توالت ولم تتوقف. البداية كانت بالتخفيف الفعلي لثقل المحفظة الذي لطالما أرق الأولياء وأهل الاختصاص باعتماد الكتاب الرقمي ووضعه مجانا لتلاميذ الطور الابتدائي، وكذا الشروع في تزويد المدارس الابتدائية باللوحات الرقمية. قرارات اعتبرت سابقة من نوعها تبعت بأخرى لا تقل أهمية عنها، تمثلت في اعتماد اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي وتنصيب شعبة الفنون في التعليم الثانوي مع إنشاء ثانوية وطنية خاصة بها مجهزة بكل الإمكانات وصولا إلى امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذي يدخل في إطار إصلاح المنظومة التربوية.
بالنسبة لقطاع التربية الوطنية وعلى غرار يعني الدول المتقدمة، يعتبر من بين يعني القطاعات التي تبنى بها الدول والأمم، ما يعني أدى برئيس الجمهورية الذي يعني تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة الاعتبار لهذا المجال، وهو ما تجسد من خلال الإصلاحات والورشات التي نشاهدها حاليا. التزام رئيس الجمهورية بالنهوض بالمدرسة واستجابة منه لانشغالات المعلمين الذين تقع على عاتقهم مهمة تكوين النشأ، تم إدماج أكثر من 62 ألف أستاذ متعاقد، وإعداد مشروع قانون أساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. جهود تطوير وتحسين قطاع التربية الوطنية تتواصل، والموعد الدخول الاجتماعي المقبل، حيث سيتم تجهيز 1200 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية، أي بمعدل مدرستين اثنتين مجهزتين بكل بلدية من بلديات الوطن، وتنصيب اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة ابتدائي، مع توظيف أكثر من 4000 أستاذ، وبفضل الرؤية الشاملة للسيد الرئيس، أول مرة منذ الاستقلال توكل مهمة تدريس التربية البدنية والرياضية إلى أساتذة متخصصين في المجال. إصلاحات تستحق الإشادة، ولكن المسيرة طويلة. السيد رئيس الجمهورية في كل أو في جل لقاءاته، خاصة اللقاءات الإعلامية، يعني يشير إلى قطاع التربية الوطنية ويذكر بالإصلاحات التي تحققت والتي ستتحقق أيضا في قادم السنوات، وهو ما نأمله. إنجازات كثيرة تحققت في قطاع يعتبر من بين أهم القطاعات التي يعول عليها لإحداث الفارق، ولعل المشاركات المشرفة لتلاميذنا في المسابقات الدولية للروبوت بكوريا الجنوبية ومنافسة الأولمبياد العالمية للرياضيات باليابان خير دليل على تجسيد هذه الإصلاحات في الميدان، فبأمثال هؤلاء تسعى الجزائر لبناء مستقبل مشرق قائم على العلم والمعرفة. تربويا دائما، ومع استئناف العمل اليوم بالنسبة للموظفين الإداريين واقتراب دخول المدرسي للتلاميذ، هياكل تربوية جديدة تدخل الخدمة هذا الموسم بولاية تيار تفقدها اليوم وزير التربية الوطنية، الذي أكد ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير كل الظروف لإنجاح الدخول المدرسي، مشددا على أهمية تجسيد الإصلاحات المقررة، خاصة ما تعلق بدروس التربية البدنية والرقمنة. فتح أبو عرب. هي قرى معزولة ومناطق نائية، ونظرا لأهمية التعليم في الجزائر وحرص الدولة عليه، استفادت كل من بلديات مادنة وسيدي عبد الرحمن بتجسيد مؤسسات تربوية جديدة مجهزة بكافة المرافق اللازمة. عندنا دراري تاع الدوار هنا تاع المنطقة هذه مساكين، كانوا يدوهم الأولاد جراد، يدوهم المادنة، يدوهم الكرمس، اليوم حاجة زينة يدخلوا هنا يقروا، راه عجبتنا، أنا مصرفين بها حاجة مليحة. وحنا ذاك نجيب ولادنا وان شاء الله يقراوا كاين اللي يلحق ثاني العام الجاي والعام الاخر يراها. هذه اول متوسطه تنجز في البلديه، التلاميذ كانوا يقراوا في انتظار كبير جدا، الحمد لله على هذا الانجاز. بلديه عين كرمس هي الاخرى استفادت من ثانويه تسع 1200 مقعد بيداغوجي بنظام النصف الداخلي. في هذه الثانويه الجديده يقراوا مليح، الانتظار ينقلع تاع التلاميذ وتولي ان كونكورونس، منافسه ما بين ثانويتين. عدد المنشآت التي سيتم استلامها استغلالها بعنوان دخول المدرسي المقبل بحول الله عددها عندنا 52 نفر، فيها ثانويات 22 مجمع مدرسي، 9 متوسطات ومتوسطتين في قيد الإنجاز، كلها أرقام تدعو إلى التفاؤل وتعطينا معلومات بأن الدخول في هذه الولاية سيكون إن شاء الله دخول ناجح. انطلاق أشغال تشييد مؤسسات تربوية وهياكل بيداغوجية لرفع قدرة استيعاب التلاميذ، بالإضافة لافتتاح معرض بيع الكتب واللوازم المدرسية بأسعار معقولة تحسبا للدخول المدرسي المقبل. وتخفيفا للضغط والاكتظاظ في الأقسام، تعزز قطاع التربية بولاية المدية بمؤسسات وهياكل تربوية جديدة تستلم مع الدخول المدرسي المقبل. وهبة دنداني.
هنا ببلدية البرواجية تتواصل أشغال التهيئة بهذه الثانوية التي من المتوقع استلامها مع الدخول المدرسي المقبل. هذا الهيكل المدرسي الجديد يتسع لألف مقعد بيداغوجي، ما من شأنه القضاء على مشكل الاكتظاظ. بلدية عين بوسيف هي الأخرى استفادت من مجمع مدرسي وثانوية جديدة. بالنسبة للمجمعات المدرسية تم إنشاء 7 مجمعات والعملية جارية حاليا عملية التجهيز. بالنسبة للمتوسطات تم إنشاء متوسطتين وباقي متوسطتين سنستلمها إن شاء الله الأسبوع القادم. فيه أيضا سنستلم ثانويتين كما لاحظتم الصبيحة أنه ثانويتين كانت عملية التجهيز جارية وستستلم إن شاء الله قبل الدخول المدرسي. قطاع التربية بولاية المدية تعزز بمجمعات مدرسية جديدة سيما على مستوى الأحياء السكنية الجديدة. في قصر البخاري أيضا أحياء سكنية فيها متوسطة وفيها أيضا مجمع مدرسي، يعني تقرب التلميذ من السكن تاعو. فيها أيضا مجمعات مدرسية في كل من بوسكن وفي حنشة وفي ولاد زايد، هذه كلها راح تفك الاكتظاظ. كما تم فتح عدة ورشات تفوق 100 ورشة تتعلق بالترميمات المدرسية والتي تدخل أيضا في إطار تحسين ظروف مدرسة الطلبة والتلاميذ. هذه الأشغال هي جارية وسوف يتم الانتهاء منها وتسليمها قبل موعد الدخول المدرسي القادم بإذن الله. ولضمان ظروف تمدرس لائقة للتلاميذ، 5 مطاعم مدرسية سيتم استلامها مع الدخول المدرسي الجديد. ووتيرة متسارعة تشهد أشغال إنجاز مؤسسات تربوية جديدة بولاية ميمون الفاتية لتسليمها قبل الدخول المدرسي، مشاريع يراهن عليها من أجل تقريب المؤسسات التربوية وتخفيف عبء التنقل على التلاميذ على غرار متوسطة تينركوك وثانوية قصر قدور. محمد الأمين بوتومي. عند الحدود مع ولاية البيض في أقصى شمال ولاية تيميمون يقع قصر تابلكوز التابع لبلدية تينركوك. لفترة طويلة طالب سكان قصر بإنجاز متوسطة، سجل المشروع وانطلقت الأشغال لكنها لم تنتهي بعد. وأمام هذه الوضعية تم إلزام المقاولة المكلفة بمضاعفة عدد العمال وتمديد ساعات العمل في محاولة لتسليم المشروع بمناسبة الدخول المدرسي القادم. المشروع لحد الآن عندنا لحجرات الأقسام منتهية 100%، تبقى لنا الإطراف على مستوى إطعاء المطعم والجناح الإداري. راه تقريبا رانا دايرين فيه ليكيب 24 ساعة على 24 ساعة خدامة ونكور توجور حاضرين. ولاد القصر يكونوا عددهم 250 بالك، وراه شي كبير وما ينجمش يراجع التلميذ. دوك انا عندي ولادي كيفاش يجيبوا معدل؟ ما يقدروش. ثانيا كاينه حاجه معنا بالمثيل، دوك حنا هذا الشيء هذا المؤسسه الا قلعت لينا هنا في بلادنا ماذا بينا؟ هذا شرف كبير لهذا الشعب. والحمد لله راه على مشارف الانتهاء ان شاء الله، وتكون تسليم ان شاء الله قبل الدخول المدرسي ان شاء الله. هذا هو الشيء اللي راهم ان شاء الله المقاولين راهم متوعدين به. ولغاية ساعات متأخرة من الليل تتواصل الأشغال بالثانوية الجديدة ببلدية قصر قدور، البلدية الوحيدة في ولاية تيميمون التي لم تستفد من مشروع مماثل. رتوشات أخيرة ويسلم هذا الصرح. من قصر قدور اللي كانوا يمشوا لزاوية الدباغ 35 كيلو معاناة في الداخلية ما كانش، والنقل ما كانش. الحمد لله اليوم راه انتهت الأشغال بهذه الثانوية، وراه مكسب كبير لبلدية قصر قدور. وراه قصر قدور فيها 7 قصور وكانوا عند معاناة كبير في التنقل. حاجة مليحة لأولادنا، وماذا بينا أولادنا يقراوا قدامنا إن شاء الله. وبفعل ما عرفته المؤسسات التعليمية بولاية تيميمون سابقا من اكتظاظ، سيكون حسب القائمين الدخول المدرسي القادم في ظروف أحسن. تعداد التلاميذ بصفة عامة في ولاية تيميمون وهو ما يقارب 53 ألف تلميذ على كامل المستويات، وهنا بزيادة تقدر بحوالي 250 تلميذ بالنسبة لسنة 22-23. فيما يخص كذلك المؤسسات الجديدة اللي دعمت في هذه السنة لولاية تيميمون، عندنا 4 مدارس على قطر الولاية، كذلك الثانوية بحجم 1000
ألف تلميذ وهي موجودة ببلدية قصر قدور، البلدية الوحيدة التي لم يكن لها ثانوية. إذن هذا لتقريب كذلك ولفك العزلة. أما عن التأطير بالمؤسسات التعليمية الجديدة فقد وقفت سلفا مديرية التربية بولاية تيميمون أمام هذا المعطى، خصوصا في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية. في إطار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في النيجر، تبذل الجزائر مساع حثيثة ومتواصلة لتغليب الحل السياسي التفاوضي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتجنيب هذا البلد الجار والشقيق وكل المنطقة مزيدا من المخاطر. أحمد خير الدين. ككل مرة ترمي الجزائر بثقلها الدبلوماسي سعيا منها لحل الأزمة في النيجر وتغليب الدبلوماسية والحل السياسي على حساب الحل العسكري والتدخل الخارجي. وعلى مشارف انقضاء شهرها الأول تتأرجح الأزمة في النيجر بين نذر التدخل العسكري ودعوات الدبلوماسية التي يرى الكثير من الخبراء أنها اللغة الوحيدة التي من شأنها أن تجنب النيجر والمنطقة ما لا يحمد عقباه، خاصة في ظل سيناريوهات متعددة تخطط لها الدول ذات المصالح الضيقة في القارة السمراء. أي عمل عسكري سوف تكون له آثار خطيرة على المنطقة، أولا على النيجر باعتبارها الدولة المستهدفة، وثانيا على المنطقة بكاملها بالمساس بتداعيات اقتصادية والتداعيات العسكرية الأمنية على المنطقة. تخيل أنه بعض دول مجموعة الإكواس، مالي، بوركينا فاسو وكذلك النيجر، التزموا بمجابهة أي تدخل عسكري في المنطقة، مما قد يترتب عنه حرب إقليمية بالمنطقة سوف تفاقم الأوضاع بالدول الإفريقية، وسوف تفاقم الخطر الإرهابي وخطر الأمن أو الهجرة والتفقير. ومنذ أن صعد دخان الأزمة في النيجر تحركت آلة الدبلوماسية الجزائرية لقطع الطريق أمام دعاة عسكرة الأزمة وإشعال فتيل حرب لن يسلم منها شعوب المنطقة برمتها. وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية تنقل قائد الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف في جولة نحو نيجيريا والبنين وغانا الدول الأعضاء في مجموعة الإكواس. ففي أبوجا توافقت الرؤى حول المقاربة السياسية للجزائر التي تعارض وبشدة التدخل العسكري الذي قد يؤدي إلى أزمة لاجئين وحرب إقليمية لها تبعات كارثية. نفس المقاربة كان لها صدى إيجابي في كل من أكرا وبورتونوفو. الجهود تواصلت من قلب الحدث. الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يحل بالنيجر في محاولة لتقريب الرؤى وإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد. اللقاء أثمر على أن الحل السياسي هو حجر الزاوية لإخماد فتيل الأزمة قبل فوات الأوان. بعد المبادرة الجزائرية لاحظنا تصريحات من قبل الدول المؤثرة الثلاث التي زارتها الدبلوماسية الجزائرية بأن هناك على الأقل قبول لفكرة أن الحل السلمي ما زال قائما وما زال ممتدا. والحل حسب الاقتراحات الجزائرية وحسب المبادرة الجزائرية يقوم على أساس محاور تالية: أولا العودة إلى الالتزام بالعودة إلى العمل في إطار المؤسسات الاتحاد الإفريقي التي ترفض أي عمل أو تغيير الحكومات بطريقة غير دستورية. ثانيا تجنيب منطقة الساحل وتجنيب النيجر تداعية أي عمل أو أي عملية عسكرية ومخاطر ذلك. ثالثا الالتزام بالعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز الديمقراطية والحكم الراشد في دولة النيجر، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى النيجر وعلى مستوى دول الغرب الإفريقي وعلى مستوى القارة الإفريقية بصفة عامة. سباق الدبلوماسية ما زال مستمرا لحل الأزمة في النيجر، والجزائر السباقة كعادتها لإعلاء صوت الحوار لن تدخر أي جهد في هذا السياق حفاظا على أمن واستقرار المنطقة. تنمويا وضمن جهود بعث التنمية في المناطق الحدودية، استفاد سكان بلدية المراهنة بولاية سوق أهراس بعد سنوات من الانتظار من عدة مشاريع حيوية في قطاع السكن الريفي والتهيئة الحضرية للأحياء. رضا تبرمسين. باب عثمان أحد المشاتل المتفرعة عن مدينة المراهنة، وفي أعاليها طالما اشتكى ساكنة المشتى من انعدام الطرق المؤدية لها فضلا عن غياب مظاهر التنمية.
الحال تغير والكل يسارع لتغيير ملامح المشتى. عشرات الاستفادات من البناء الريفي فضلا عن حزمة من المشاريع الأخرى. بدلت على واش كانت تبدلت الحمد لله. مدونا 19 حصة تاع بناء ريفي دارونا بارك الله فيهم، زادوا جابونا الطابي الحمد لله. يعني كثر خير رئيس البلدية ورئيس الدائرة والجهات المعنية بالشيء هذا، أنا معطونا بناء ريفي الحمد لله يا ربي. جابونا الطريق الغاز هاو كاين، عطونا سكن ريفي ورجلونا الطريق طابي، هذه كانت في كارث. الكهرباء الريفية، الطريق المعبد، الماء الشروب، الغاز والورشات المفتوحة للبناء الريفي هي رياحية المواطن التي تترجم على أرض الواقع. هذا المكان كان مجمع قصديري، قمنا بإزالته، فيه مجموعة استفادت من السكن الاجتماعي، حولناهم داخل المدينة، وفي مجموعة هم طالبوا بأنفسهم باش يبقوا هنا ونعطوهم بناء ريفي. فجسدنا على أرض الواقع هنا 19 حصة في إطار البناء الريفي، وقامت البلدية بتهيئة المكان، وراهم مشكورين المواطنين اللي راهم متسرعين في عملية الإنجاز. تبقت القضية تاع الطريق، وصلنا طريق مزفت للمكان هذا وحتى يوصل حتى المقبرة. وبالنسبة للسينيسمون إن شاء الله راه نسجلوا لهم عملية، ما راحش نخلوهم، هذه مستحيل، كان مجمع سكني وخلوهم بدون قنوة صرف صحي. باب عثمان هي أحد المشاتل 20 التابعة لبلدية المراهنة الحدودية، هي صورة طبق الأصل لما يحدث في باقي المشاتي من سيرورة المشاريع التنموية. أما بمنطقة العريشة الحدودية بتلمسان فتم ربط أزيد من 500 عائلة بشبكة غاز المدينة. سفيان مقنين. دائرة العريشة جنوب تلمسان معروفة ببرودتها في فصل الشتاء، اليوم 570 عائلة استفادت عبر 3 أحياء رئيسية بالمدينة من التوصيل بالغاز الطبيعي بعد طول معاناة. المنطقة باردة وسفرينا مع القرعة ومع الغاز والحمد لله. الغاز كنا نعانو، كنا غير بالقرع، كان البرد بزاف، كما احنا كنا نجيبو هنا نخلصو لها ترانسبور باش نعمرو الغاز. كان الشعب يلاقي مشاكل، خطرات حتى جينا بعض إعانات من بلدية المجاورة مثل ولاية النعمة، جينا إعانات من البوطان، تجار خواص يعني، والناس مغبونة يعني ياسر كثير. الحمد لله نبارك لهذا المشروع. التكلفة الإجمالية للمشروع هي 30 مليون دينار، وطبعا هناك برنامج ضخم لو بروغرام ديتا 2024-2025-2026، وذلك من أجل تموين وربط المناطق الأخرى وهي قيد الدراسة على مستوى الوزارة. يذكر أن تغطية ولاية تلمسان بالغاز الطبيعي تتجاوز 90%، فيما ستبرمج حصص أخرى لاستكمال التغطية عبر كافة مناطق الولاية. وفي إطار الحركية الصناعية التي تشهدها ولاية سكيكدا، تقدم ملموس في أشغال تهيئة منطقة النشاطات بالحروش من أجل استقطاب مشاريع استثمارية في ظل إجراءات رفع العراقيل والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين. عمار طبال. أشغال التهيئة التي تعرفها منطقة النشاطات بالحروش شرفت على نهايتها. هذه الأشغال غيرت من وجه المنطقة ووفرت كل الظروف الملائمة للمستثمرين من أجل الانطلاق الفعلي في مشاريعهم. داروا لهم الطريق، داروا لهم الميناجما، هم غرسوا ذاك لباس، وذاك لباس، هذاك لباس، هم يتسجعوا، راك بنتنا رحنا ذاك الواحد كي يخدم عنده أمل. رانا هنايا في زاك الحروش، منطقة صناعية الحروش بصدد تغذية محول كهربائي استطاعة 250 كيلو فولت. من أجل تدليل العقبات أمام المستثمرين اتخذت الدولة عديد الإجراءات، منها الاهتمام بمناطق النشاطات، فولاية سكيدا خصصت غلافا ماليا ضخما من أجل التكفل بهذا الملف. المشروع هذا لزاك كاين ويت زاك على مستوى الولاية، من بينهم زون داكتيفيتي تحرش. هناك مشاريع كما شفتوا بدات،
وهناك مشاريع ما زالت عندهم رخص بناء ام يبنيو في المصانع تاعهم، كل واحد واش مدير اختصاص. ودرك حنا نكملوا هذا المشروع ان شاء الله باش نهيئوه للناس الاستغلال احسن. انطلاق المشاريع في هذه المناطق سيخلق حركية اقتصادية ويوفر عديد مناصب الشغل. في الانشغال البيئي وقصد الوقاية من أخطار الفيضانات، باشرت ولاية وهران حملة تنظيف واسعة شملت المجاري والبالوعات بعدة أحياء، وهذا تفاديا لأي طارئ قد ينجم عن التقلبات الجوية. كاميليا حموم. بعد موجة الحر الشديدة التي عرفتها البلاد مؤخرا وتحسبا لأي طارئ يخص التقلبات الجوية والأمطار الخريفية المفاجئة، تعرف مختلف أحياء وشوارع الباهية وهران حملة تنظيف وتنقية المجاري المائية والبالوعات من الأوساخ. المثالات اللي رانا نلقوهم مواطن ماذا به يعاوننا، خشم يقيسوا لنا من السيارات، يقيسوا لنا المثالات. نوصوا غير المواطن يعاوننا غير ما ايفيتي علينا غير الوسخ اللي راهم يقيسوه من باكية تاع الدخان، جوطة بالكانيطة قرعة، هذا هما اللي راهم يديرونا لي زوبستاك في لي زافالوار اللي يتبلعوا. ما يبقاوش راهم العشوائي لهذا تلقى دورة تاعهم وكاع، واش رانا نغبنوا، رانا نضروا، راكي تشوفي الناس راهي تخدم في ظروف مناخية صعبة. وبالنسبة للبالوعات على مستوى بلدية وهران، عندنا ما يفوق 10,000 بالوعة. في شهر أوت عندنا ربع فرق، الربع فرق ينضموا كاع لفرقة واحدة ويكتفوا من هذه العمليات. قامت مدية أشغال العمومية باستخراج جميع النفايات، بتنظيف جميع البلوعات والمجاري والمصاريف الصحية، وبعدها تأتي شركة سيور بتنظيفها بالمياه إيدروكوغور. هذا وتعمل الفرق التقنية التابعة لشركة المياه والتطهير لوهران بصفة دورية لتسريح مجاري مياه الصرف الصحي، وكذا تنظيف محطات رفع مياه الصرف الصحي والعينة من بلدية بير الجير. هنا العمل العمال يقومون بعملية تنقية ومراقبة المدخات تحذيرا لموسم الخريف. بالإضافة إلى كل هذا تقوم شركة مياه وتصهير أو تسهر شركة مياه وتصهير على جاهزية كل محطات الرفع على مستوى سراب الولاية، وقد استفرت هذه العملية منذ انطلاقها إلى تنظيف ما يفوق 780 فتحات زيارة وما يفوق 370 بلوعة. للإشارة تم تنظيف أكثر من 6,000 متر طولي من قنوات صرف المياه الصحي ومياه الأمطار، والحملة مستمرة بجميع بلديات الولاية من أجل ضمان شتاء آمن وبأقل الأضرار. دوليا يواصل نظام المخزن في المغرب ممارساته القمعية بحق الصحفيين والحقوقيين المغربيين بشكل غير مسبوق، حيث صعد من هذه الممارسات باستهدافه لعائلات هؤلاء الصحفيين والحقوقيين للضغط عليهم. تراجع غير مسبوق للحريات في المغرب الذي يعيش أسوأ فتراته بفعل الاستبداد المخزني وطمسه للصحافة المستقلة، الأمر الذي خلف حالة من الخوف لدى النخب والمعارضين. في فلسطين المحتلة أصيب اليوم 5 فلسطينيين برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقل 3 آخرون. إلى ذلك أعلنت الخارجية الفلسطينية عن زيارة مرتقبة للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش إلى الأراضي الفلسطينية للاطلاع على الأوضاع السائدة بها. في تداعيات موجة الحرائق التي يشهدها العالم، تجددت الحرائق في شمال كندا بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، حيث أتت على مساحات غابية شاسعة من البلاد وأجبرت السلطات على إخلاء مدينة هاي ريفر بشكل تام وفوري. هذا وتشهد كندا أسوأ موجة حرائق في تاريخها، تسببت في مغادرة أكثر من 50,000 شخص منازلهم. إلى الأرجنتين التي تسجل واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، حيث تشير الأرقام إلى تجاوز معدل التضخم في هذا البلد 113%، أزمة اقتصادية خلفت موجة غضب عارمة وسط المواطنين وعمليات نهب وسطو على المحلات والمراكز التجارية في العديد من المدن الأرجنتينية أمام عجز الحكومة عن إيجاد حلول لهذه الأزمة الاقتصادية.
هذا وتشير الأرقام أيضا إلى انخفاض قوي في قيمة عملة الأرجنتين أمام تواصل تدهور صادرات السلع الأساسية في هذا البلد. والآن المزيد من الأخبار الدولية المتفرقة مع سارة درارجة. إضراب واسع هو الأكبر من نوعه منذ ثمانينات القرن الماضي يخوضه البريطانيون هذه الفترة، ففي يوستن أدى الإضراب إلى شلل عدد من القطاعات الحيوية بعدما توقف ما يقارب عن نصف مليون شخص عن العمل البارحة احتجاجا على غلاء المعيشة. عاصفة عاتية على منطقة شفابن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أدت إلى إصابة 12 شخصا بينهم 6 في حالة خطيرة. هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تطلق أعلى درجات تحذير في بافاريا العليا، قد تصل الخطورة إلى اقتلاع الأشجار من جذورها وحدوث تلف في أسطح المنازل. لقي 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، وما زال الكثيرون في عداد المفقودين في فيضانات عارمة اجتاحت بلدة فاكو جنوب غرب الكاميرون في الأيام القليلة الماضية. معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم هلكوا بسبب انهيارات أرضية ووسط الأوحال وأنقاض المباني المنهارة، ويبقى البحث عن مزيد من الجثث مستمرا، لكن الأمل ضئيل في العثور على أحياء. إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف أصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على مناطق متعددة من البلاد يصل منسوبها إلى 70 مليمترا في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية. من أخبار العالم إلى أخبار الرياضة، حيث انتهت اليوم الأجل القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث أودع كل من المترشح مزيان إغيل ووليد صادي وعبد الكريم مدوار اليوم ملفاتهم. للإشارة فإن أول من أودع ملف الترشح كان المترشح قدور ضيف ليصل عدد المترشحين إلى 4، هذا في انتظار دراسة الملفات من طرف اللجنة المكلفة قبل 9 من الشهر الداخل. المترشحين مزيان غيل والوالد سعدي وفي الأخير مدوار عبد الكريم، حطوا الملفات تاعهم كاملين واسمه مدوار حط 17 الملف، إغيل 18 الملف، ووليد سعدي حط 16 الملف، وكاين واحد مواطن اللي ماهوش عضو الجمعية العامة، وهذاك ثاني ندرسه وندرس هذا الربع الملفات هذا، ترجع القرار تخرج القرار تاعها إن شاء الله اليوم 30 أوت إن شاء الله. رياضة دائما، حيث يجري فريق نجم مجرى استعداداته بولاية برج بوعريريج تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد بتعداد شهد تغييرات كثيرة بالنسبة لما كان عليها الموسم الماضي، إذ تدعم النادي ب14 لاعبا جديدا. أحمد سويلح. على قدم وساق يواصل فريق نجم مجرى تحضيراته الجدية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، والذي يتمناه أبناء الحضنة أن يكون موفقا. يعني عودنا التعداد بالنسبة نتاع حوالي أكثر 70% تقريبا، لأن هناك 9 لاعبين، عندما ندير تقولي حوالي 60-70%. درنا استخدامات نوعية خاصة من اللاعبين اللي لاعبين في الرابطة المحترفة الأولى، جل هناك كما يقولوا خليط بين كما يقولوا اللي عندهم تجربة وكذلك الشباب. عناصر الخبرة والشباب أجمعت على تقديم أحسن المستويات قصد تفادي مشاكل الموسم السابق والتي كادت أن تسقط النادي للقسم الثاني هوات. حتى لي جان هذو جاو سما جدد سهلنا المأمورية باش دخلوا في الجروب باش نكونوا عائلة، يعني اللي تخلينا إن شاء الله نكونوا في المستوى في البطولة. لا ما عندناش إشكال، لي جان سما هذو نعرفوهم ونعاونوهم ونتعاونوا إن شاء الله باش كامل إن شاء الله نخدموا في مصلحة الفريق إن شاء الله. رانا فان ستاج باغينا نهار ونكملوا، رانا نخدموا كما يلزم الحال باش نوجدوا الموسم الجديد ان شاء الله، باش نكونوا نكونوا في المستوى ان شاء الله، ما نزيدوش ان شاء الله نعانيوا كما كنا نعانيوا الموسم اللي قبل.
دخول البطولة بقوة وإثبات الوجود وسط فرق عريقة والأخرى لها من الإمكانات ما يكفي يتطلب العمل الكبير والمتواصل لتفادي الحديث بلغة البقاء والسقوط في بطولة قابلة لكل الاحتمالات. تعزيز وترقية الوجهة السياحية للجزائر إلى جانب الدفع بالحركية التجارية مع جنوب إفريقيا من أهم المزايا التي يقترحها الخط الجوي المباشر الجزائر جوهانسبورغ، والفرصة أمام المتعاملين الاقتصاديين في المجال السياحي لحشد الموارد والطاقات من أجل إطلاع المهتمين على مكاسب هذا الخط الذي يفتح أفاقا واسعة للترويج السياحي بين البلدين. العائدة من جوهانسبورغ سهيلة زيدور. في لقاء ترويجي لترقية الجزائر كوجهة سياحية بعد فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وجوهانسبورغ، كوادر الخطوط الجوية الجزائرية يؤكدون أن ربح الوقت، اختزال المسافات، التوقف بالمطارات والأسعار التنافسية رهان أساسي لصالح الجزائر. وضعية مطار الجزائر في القارة الإفريقية يسمح أن يكون مطار محوري بامتياز، والدولة الجزائرية تسعى من أجل هذا، وإحنا نعمل كذلك من أجل ترقية الوجهات التي يمكن أن تسمح لمستعملي شركة خطوط جزائرية من إفريقيا أو من أي جهة أخرى أن يتمكنوا من استعمال مطار الجزائر كمطار محوري. الخطوط الجوية الجزائرية معروفة بتسعيراتها يعني على المستوى الإفريقي. الخطوط الجوية الجزائرية عندها برنامج، برنامج مدروس من أجل توثيق العلاقات مع الوكالات التجارية حتى يكون فيه توطيد لمكانة الخطوط الجوية الجزائرية في السوق الإفريقية وبالخاصة في سوق الجنوب إفريقيا. وكالات الأصفار بالجزائر وجنوب إفريقيا متحمسة للعمل على التبادل والاستثمار بوجهتي أقصى شمال وأقصى جنوب القارة السمراء. نظن أن اليوم راح ننافس الخطوط الجوية الجزائرية، تصبح تنافس بعض شركات الطيران العالمية الأخرى، وهذا ما لاحظناه في تدخلات الجالية الجزائرية هنا في جوهانسبورغ، أو حتى بعض الوكالات السياحية اللي تكلمنا معاهم احنا كوكالات سياحية جزائرية، زيادة على فتح أفاق جلب السياح والترويج والتسويق للسياحة الجزائرية، لأن الجميع يعلم الجزائر أنه بلد كبير وبلد القارة، ولكن يريدون اكتشاف الجزائر. فيها أجانب كثار اللي يجوا للجزائر، نحتاجوا أن نتعاونوا. احنا اليوم رانا مع شركة سياحية اللي موجودة هنا في جوهانسبورغ، بنديروا معهم تعاقدات ونتعرفوا على المنتوجات اللي عندهم ونعرفوه بالمنتوجات السياحيه اللي موجوده في الجزائر. نحن نبحث عن التبادلات الاقتصاديه، نبحث ايضا عن السياحه والسفر وتبادل الثقافات. نحن ممتنون جدا لهذه الفرصه للتواصل، ونتطلع الى المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات. العمل على رفع التحدي وكسب متعاملين اقتصاديين في مجال السياحة والطيران الجوي ميزة منصفة لجذب السياح للجزائر التي تسخر بمؤهلات سياحية كبيرة. ونختم النشرة مشاهدينا من ولاية خنشلة التي تحتضن فعاليات المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشوية تحت شعار الأغنية الشوية رسالة الأجداد. السهرة الأولى تميزت باستعراضات فولكلورية تجاوب معها الجمهور، يقول عبد الرحمن شباح. يا رب العاد يا رشيد صبر يا ربي ما تنهي بنانية. العيط الشاوية والصوت الجبلي يصدحان من عمق الأوراس من ماسكولا، حيث العراق والحداثة تصنعان أفراح ليالي خنشلة، لتعلن بذلك عن انطلاق سهرات مهرجان الأغنية الشاوية. المسرح هو تلقي يتشور فيه ميد الجمهور، العائلة خشلة عجبس الحال، نتشي فنانة ديوسين غرنغ عجبين أس الحال غني غشاويث شاويث الجداد النغ. هو والله ما خلاني نهبط غير زيدين 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 ربي عايشهم، وكانت سهرة فريما انكرويابل ميسي فريم لا حيس. العائلة الحاضرة تجاوبت مع الفرق والفنانين الذين أدوا أجمل أغانيهم ضمن أجواء تعيش
تعكس تمسكها بموروثنا الثقافي. نشكر كل الجمهور والفنانين قاعد زهانا وسعد غير السهريد وسعد زيغ وفرحة وفرحة انت صاري دايا وسعد فرحة انت روين وربي دومها ان شاء الله. انو سيدي ذا النزهق لين بويد هرباويننا باش نحضر الحفل تايا قلنا نيقيت الشيخ عاشور الشابة جميلة نصر الدين حرة. صارت اليوم كانت متميزة جدا وحضور جماهيري مكثف جدا من العائلات الخنشلية. سهرات تندرت على ستدوم أربعة أيام أربع سهرات بمسرح الهواء الطلق. مهرجان الأغنية الشاوية موعد لاكتشاف أسارة وعراقة هذه الأغنية بطابعها العصري والفولكلوري. ختم النشرة مشاهدينا للتذكير بأهم ما جاء فيها. جعل المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ التزام للسيد رئيس الجمهورية من أجل الالتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى مصاف الأنظمة التربوية المتطورة. كما تابعنا ومع اقتراب دخول المدرسي واستئناف الدراسة تأكيد على المضي في التجسيد الميداني للإصلاحات والرقمنة. وعبر الوطن مؤسسات وهياكل تربوية جديدة يتعزز بها قطاع التربية الوطنية ضمانا للتحصيل العلمي الجيد للتلاميذ. ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الجزائر تكثف من جهودها الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في النيجر على أساس تغليب الحل السياسي التفاوضي بما يحفظ أمن واستقرار النيجر وكل المنطقة. تحسيناً للإطار المعيشي للمواطن مشاريع تنموية وعمليات واسعة لإعادة تهيئة الأحياء ببلدية المراهنة الحدودية بسوق هراس. وربط أزيد من 500 عائلة في منطقة العريشة بتلمسان بشبكة غاز المدينة. تابعنا في المشهد الثقافي الأغنية الشاوية تصدح في سماء ماسكولا بخنشلة ضمن ليالي مهرجان الموسيقى والأغنية الشاوية. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.